تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الرائعة. شوطنا العاشر من تمت انطلاقته مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص بالإذاعة الإبكار المهجنات الأصايل في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مباشرة بصدارة هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة وما يحمله هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام من تنافس، من تحدي، من إثارة. وأرى هناك اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بالصدارة الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم محمد بن مسفر بالقوبع في عملية تضميرها وتدريبها، ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني نتابع إثارة التابع لهجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير مرحبا، تنطلق أيضا مع المركز الثالث بنفس الشعار، شعار هجن العاصفة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأر القدوم أيضا والتحدي والإثارة في هذا المساء لنخلي من تتدخل مع المركز الرابع بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري من يتابع انطلاقة انخلي، ولكن أرى الدخول، أرى التسلل، أرى الظبي تنطلق في هذه اللحظات التابعة لهجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، تنطلق مباشرة مع المركز الرابع، ولكن نتابع المركز السادس، نتابع التحديات لطرفاشه لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وغانم بن مسهر بالقوبع من يتابع انطلاقة طرفاشه وانطلاقتها المتميزة مع المركز السادس سابعا. نتابع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرهني من حاف، أرى من حاف من تنطلق مع المركز السابع لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي يتابع انطلاقة من حاف مع المركز السابع وثامنا. ننطلق مع فكرة بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة من يقدم فكرته مع انطلاقة فكرة مع المركز التاسع وعاشر. التحديات القدوم أيضا، القدوم لمذهلة بشعار سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد النهيان ناجم بن علي الغيلاني متابعا لانطلاقة مذهلة اللي تدخلت في هذه اللحظات مع المراكز المذاعة والمتقدمة. نتابع المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى الريم، أرى الريم مع المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري من يعلن انطلاقة الريم مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام أيها الحول الكريم، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع مجريات هذا الشوط. يا سلام، والظبي، الظبي اللي انطلقت بالصدارة، اللي انطلقت بالمقدمة تباعد المسافة تعلن الانطلاق المبكر. يا السلام بشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، إثارة تاتي ثانيا بنفس الشعار، شعار هجن العاصفة ومتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يعلن هذا الانطلاق المثير. يا السلام، التحديات رائعة، التحديات جميلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث أرهني الظبي تنطلق مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وبقيادة محمد بن مسفر بالقوبع من يعلن هذا الانطلاق الجميل. التحديات رائعة. رابعا من حاف لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقة من حاف مع المركز الثالث. رابعا انخلي بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة علي بن هزيم المسافري من يعلن انطلاقة انخلي مع المركز الخامس. سادسا مرحبا التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، نتابع المركز السابع، المركز السابع أرهني طرفاشة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وغانم بن مسفر بالقوبع من يتابع انطلاقة طرفاشة مع المركز السابع.
ثامن التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني مذهلة من تنطلق مع المركز الثامن وبالشعر سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني، متابعا لانطلاقة مذهلة ومع المركز التاسع أرهني فكرة مع المركز التاسع وبالشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة، من يتابع هذا الانطلاق نشوة تتدخل مع المركز العاشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بن سهيب اللاحج. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا ندانا الثاني جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الظبي الذي أيضا تنطلق وتعلن التحدي، تعلن الإثارة، الظبي وبشعار هجن العاصفة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير، يتابع الظبي ولكن ننطلق مع المركز الثاني، نتابع إثارة اللي تنطلق مع المركز الثاني وعينها على الصدارة، عينها على المقدمة، المركز الثالث أرى من حافتاتي ثالثا وبشعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، من يعلن هذا الانطلاق ومع المركز الرابع، مرحبا التابعة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز الخامس ننطلق مع الظبي لسمو الشيخ صعيب بن مكتوم برائد المكتوم محمد بن مسهر بالقوبع، انضمرها ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي، يا سلام نتابع مقدمة هذا الشوط والظبي على الصدارة، الظبي على المقدمة، والتحديات رائعة، نتابع إثارة من بدت تتسلل في هذه اللحظات، من بدت في الانطلاق الجميل، يا سلام، إثارة على الصدارة، إثارة على المقدمة، تندفع بناموس هذا الشوط وباعدت المسافة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الخطير والأخير في هذا الانطلاق المتميز، يا سلام، مرحبا مع المركز الثاني، مرحبا وتنطلق مع المركز الثاني، مرحبا بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، انضمرها من حاف مع المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، من يعلن هذا الانطلاق ونشوتاتي رابعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بن سيب بن لاحج، ولكن نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وإثارة تنطلق بناموس هذا الشوط، باعدت المسافة ارقصت في اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله على الأداء المتميز، على العرض الجميل اللي تقدمه إثارة وهي تنفرد بناموس هذا الشوط، تهانينا لهجن العاصفة ولي مالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، متابعا أيضا ومنطلقا مع إثارة حمد بن راشد بن غدير، ولحظات وصولها إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، على الإطلاق تهانينا لهجن العاصفة على فوز إثارة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مرحبا كذلك من هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، المركز الثالث من حافل سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع نشوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع أو المركز العاشر فكرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول إثارة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 24 ثانية وجزء واحد من الثانية، مرحبا تصل مع المركز الثاني أيضا وبنفس الشعار لإثارة شعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، مرحبا تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 27 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني دائما لحمد بن راشد بن غدير، بينما وصلت مع المركز الثالث من حاف قدمت عرض تشكر عليه، تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم
والتهاني لحمد بن علي العويسي تقطع من حاف مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 32 ثانية و4 أجزاء من الثانية. مشاهد